في هذه البيدة ينفق سعوديون الكثير من وقتهم بحثا عن صيد لا يتأتى إلا من بعد رصد ومتابعة. إنه موسم صيد الضب الصحراوي بعد انتفاضه من بياته الشتوي واستقوائه مما تنبته الأرض في ربيعها، موسم يطلق فيه الشباب العنان لمواهبهم المختلفة في طرق صيدهم له ما بين ملاحقة وربي واحتواء. يكون له طعد الطرق لصيده، طبعا فيها له طريقة اللي هو التغريق أو طريقة أنك تصب الموية على الجحر حقه، أو الطريقة الثانية طبعا هو طريقة المطاردة نظرته ومسكه إذا كان هو طبعا ليس غير قريب يعني من الجحر حقه، والطريقة الثانية اللي هو القنص هو الرمي باستخدام البوريد النارية أو السلاح الناري. وخوفا من انقراض هذا النوع من الزواحف التي تقتات على النباتات، حددت السلطات السعودية لصيده أوقاتا معينة من كل عام تبدأ بعد انتهاء موسم تزوجها. ويرى كثيرون من صياديه أن لحم الضب ومذاقه بنهاية فصل الربيع يختزل طعم الطبيعة الصحراوية. لحم الضب وقت الربيع بما أنه يتغذى على النباتات الربيعية يصير منوع وفي أكثر من نوع عنده من النباتات، يتغير طعم لحم الضب، وهذه هي الفترة اللي يصير فيها طعمها حلو وهو المطلوب. يعني يطبخ لحم الضب بالطريقة ذاتها التي تطبخ بها لحوم الأنعام، ويحذر الأطباء من الإفراط في أكله لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون، لكن في صيد الضب وطبخه وأكله متعة وتسلية. يرى فيها من ألف ممارستها ترويحا من رتابة الحياة وصخب المدينة.